السؤال يعني نجمع لنا سؤالين في اجابته واحده. نحاول باذن الله قدر المستطاع. واشكر الاخ ابو نايف على ما علق عليه. طبعا الحمد لله ربي انعم علينا بان حطنا في مجال نقدر نساعد فيه الناس والمرضى في عيونهم في علاجهم. والناس الاخرين اللي خارج المجال الطبي قد يستطيعون مساعدتهم عن طريق التبرعات للناس المحتاجين لعلاج العيون، وان شاء الله انهم ياخذون من الاجر او يشاركون الاجر. واتذكر احد المراجعات الله يجزاها بالخير شفته اعتقد الاسبوع اللي راح، تقول لي والله يا دكتور دعيت لك دعوات ما تخطر على قلب بشر. الله يجزاها خير. قلت الله يعافيك ادعي دعوات البشر نفسه ما يحتاج عاد شيء. الله يجزاها بالخير يا رب ويتمم بالصحه والعافيه. الاجابات طبعا زي ما ذكرت، كثير من الناس يسال عن حاله شخصيه، اما ان اجرى عمليات او يشكو من شيء معين في العين. مثل هذه الحالات نقول لهم دائما توجه للطبيب في العيادات يسوي لك الفحوصات اللازمه. الاجابات اللي اجاوبها ما هي باجابات شخصيه لفلان او لعلان، هي اجابات عن مشاكل عامه قد يستفيد منها عموم الناس. اول شيء بعض الناس يسال عن اعتلال الشبكيه السكري اذا النظر عنده 6/6، هل يحتاج يفحص ولا لا؟ نعم يحتاج يفحص، اي مريض سكر لازم فحص شبكيه. وشفت مراجع يوم اعتقد السبت اللي راح نظره 6/6 لكن شبكيته فيها اعتلال متقدم جدا تتطلب علاج طارئ، وهو نظره 6/6 شاب عنده سكر النوع الاول، يقول انا لي 17 سنه ما فحصت، والان على وضع شبكيته لا سمح الله معرض لمضاعفات في فتره قريبه لو ما عالج، نزيف شبكيه او انفصال لا سمح الله، والله يا رب يحفظ له بصره ويتمم له علاجه. فنعم اي مريض سكر حتى وان كان نظر 6/6 وبدون شكوى يحتاج فحص. السؤال الثاني عن موضوع الذباب الطائر. الذباب الطائر اللي ما يعرفه هو وصف لمثل النقاط السوداء تظهر في مجال الرؤيه. يشوفونها بعض الناس احيانا تظهر بشكل مفاجئ احيانا تكون مزمنه. اي نعم، فاحنا نقول للشخص اذا ظهرت معك بشكل مفاجئ وكانت حديثه لازم فحص للشبكيه نطمن. معظم الحالات الى 80% ترى تكون تغيرات طبيعيه في الشبكيه والسائل الزجاجي، لكن احنا لازم نفحص ونطمن علشان ال 20% الباقيه قد لا سمح الله تشمل مشاكل مرضيه، ثقوب في اطراف الشبكيه او شيء قابل للعلاج في مرحله مبكره عشان ما يدخل في مضاعفات انفصال الشبكيه وغيرها. فحنا ما نقولها تخويف انه دائما في مشكله، الغالب من غير شرط 80% ما في مشكله، لكن لازم نفحص الشبكيه اذا كانت حديثه. إذا شيء مزمن وقديم والشخص ما يشكو منه من غير شر ما في حاجة للفحص إلا لو لا سمح الله صار فيها تغير. في سؤال من الأخ معتز عن موضوع اللي هو الرؤية في الليل تتعب الأنوار وتجهر بشكل كبير، هذه من أهم أعراض الجفاف. إذا في جفاف في العين اللي تصير الأنوار تجهر الشخص بشكل كبير. إذا عالج موضوع الجفاف قد يبقى عامل مقاس النظارات. أحيانا مقاس النظارات بالخصوص اللي فيه أستجماتيزم أو مقاس يسمى انحراف يصير يشوف على الانوار مثل الخطوط فتكون مجهره بالنسبه له. فهذه في الغالب ما هي بشيء مقلق، لكن لازم تنتبه لموضوع الجفاف في العين وموضوع النظارات. في سؤال من ابو محمد عن موضوع قصر النظر وان كل 6 شهور يحتاج يغير مقاس النظاره. طبعا الى عمر معين متوقع ان قصر النظر يزيد. بالعاده الى عمر 21 الى 23 وبعدين يثبت النظر. فهذا يعتبر شيء غير مقلق، اذا كان اختلاف المقاسات سريع وعالي لازم فحص القرنية عشان نتأكد ونستبعد موضوع شيء يسمى قرنية مخروطية. أنا ما أعرف ترى كم عندنا من الوقت اللي قاعد أحاول أجاوب عليه. لا بتسم. كان في سؤال عن موضوع الحول للأطفال، وهذا نربطه مع سؤال ثاني عن موضوع ضعف العين في أحد عينين الطفل والعين الثانية سليمة. بعض الأطفال خاصة إذا كان في اختلاف بين مقاس العينين ممكن يواجهون شيء يسمى كسل في العين. كسل العين معناته العين وظيفيا ما بقاعدة تنمو بسبب انها فيها مشكلة أخرى ما عولجت. فعقل الإنسان يركز على عين واحدة والطفل يصير يعتمد على عين واحدة الثانية قد تكسل. قد تكون سليمة ما فيها حول لكن أحد عينينا ما عاد تشوف أو يصير شوفها مرة ضعيف. عشان كذا دائما نذكر فحص الطفل على عمر السنة إلى 3 سنوات فحص مبدئي نتأكد إنه ما يكون في مقاسات نظر، ما يكون في كسل للعين. إذا كان في نوع من انحراف العين سواء للخارج أو للداخل حتى وإن كان مؤقت لازم فحص عند طبيب عيون متخصص بالأطفال عشان يتأكد هل يوجد مسببات الكسل العين، وفي حالة وجدت تعالج بدري قبل ما لا سمح الله يضعف النظر باستمرار. كان في سؤال عن تصحيح النظر، هل له عمر معين؟ بالعموم ما في عمر معين يمنع من تصحيح النظر. اللي تجاوز عمر 40 زي ما ذكرنا سابقا قد يبقى عنده مشكلة النظر القريب. من تجاوز عمر 50 أو 60 قد يكون خيار عملية الماء الأبيض كعملية تصحيحية للنظر قد يكون خيار
يعني ممكن بالنسبة له، وواحد من أقربانه كبير في السن عنده مقاسات نظارته كبيرة طول عمره عايش عليها، لين ما سوى عمليات المويه البيضاء ترك النظارة. ممتاز. ناس يقولون ما شاء الله عقب ذا العمر صرت الآن تشوف بدون نظارة، ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك له يا رب. فالمقصد أنه حتى عملية المويه البيضاء في الوقت الحالي تعتبر علاجية وتصحيحية، وأحيانا يعني نسويها بشكل مبكر على موضوعك هذا للتخلص من النظارة كعملية تصحيحية للنظر. الحمد لله نسبة أمانة عالية، نتكلم عن شيء فوق 95، بعض الدراسات حتى الحمد لله فوق 99% نسبة الأمان فيها. ومدة العملية ترى تقريبا ربع ساعة يمكن يذكر سواها، أحيانا 10 دقائق إلى 20 دقيقة مدة العملية، ونسوي حتى بنج قطرات فقط اللي يقلق وكذا، ممكن نعطيه إبرة تخفف عنه القلق هذا. السؤال الأخير عن موضوع لبس النظارة للكبار، بعض الناس يقول هل يضرني لما ألبس النظارة أحيانا وأحيانا أفسخها؟ بالنسبة للكبار لبس النظارة يعتبر اختياري، إذا تلبس النظارة وترتاح وتشوف فيها زين استمر عليها. أنا نقص النظر عندي ما هو بعالي، فكثير من الأوقات أفسخ النظارة وأجلس ما يضرني، بس إن صفاوة الرؤية تقل، يعني الحروف الصغيرة يمكن ما أشوفها، ما يضرني لكن على حسب الراحة. فبالنسبة للكبار لبس النظارة في الغالب يكون اختياري، خاصة إذا المقاس ما هو بعالي، وهنا نتكلم عن يعني في الظروف العادية، يمكن إذا شخص يبغى يسوق بيروح بيسافر كذا يكون ضروري لبس نظارته علشان يشوف بشكل جيد، خاصة لو مقاساته عالية، لكن ما في ضرر من إنك تلبسها أحيانا وأحيانا تفسخها. وعد نعتذر للناس اللي ما جاوبناهم، أنا ترى بشكل أسبوعي نزل في السناب إجابات على الأسئلة وحط أطرح أسئلة، ومع ذلك ما يمديني ألحق والله، أسئلة الناس بصراحة كثيرة جدا، ولكن نحاول ناخذ أهم الأسئلة واللي تتكرر بشكل كبير لعل الناس تستفيد إن شاء الله منها. الله يرضى عليك، وفيت وكفيت، وما شاء الله عليك. الله دكتور عبد المجيد بن صالح الفاخري، رايتك بيضة ووفيت وكفيت معنا.